ايه اللي عملتيه ده؟ عرضتي عليها تشتري الولد؟ حسن ملفظك يا نبيل، انا عرضت عليها نتبناه ونعمل له ورق رسمي بان هو ابنك وابني، وهي تاخد اللي فيه النصيب. تبقى عديتي كل حدود الجنان. اذا كانت هي نفسها ما اعترضتش طبعا، تلاقيها افتكرت اننا هنكبش من اموال العيله ونديها الوفات، ما تعرفش اللي فيها. تقدري تقولي لي هنجيب لها منين؟ خلينا نمشي الموضوع خطوه خطوه. انت لسه مصدقه ان في ورث متسيل لذهب واننا هنلاقيه يا عايده؟ اه مصدقه وهنلاقيه، والولد ده هيبقى الوارث الوحيد للعيله بعد عمر طويل. انت بتجيب الثقه دي منين؟ من عقلي. ركز انت بس في الضربه اللي هنردها لحسين. احنا دلوقتي خدنا منه الولد، ناقص المصنع. هتبقى قدها ولا هتخيب املي فيك؟ انا مش قلت لك قبل كده سيرته ما تجيش على لساني خالص؟ وقلت لك ان اسمه السنيور جلدوني. وهو حضرتك مش سامع من كلامي غير اسمه بس؟ طيب بعد اذنك يا بابا، عايز اشوف سنيور جلدوني بتاعك ده في اسرع وقت ممكن. ايه في ايه؟ ليه؟ حصل ايه؟ الدنيا اتهدت ولا ايه؟ عايز اساله عن حاجات مهمه. طب ما تقولي لي يا اختي ايه الحاجات المهمه دي وانا اساله واجي اقول لك. هتقدر تساله ازاي قتل مرات فوزي الاولانيه؟ انت جبت الكلام ده منين؟ فوزي اللي حكالي. فوزي؟ يعني انت مش عارفه ان فوزي عنده لطف؟ لا مش دايما، لما بيعوز بيبقى عاقل ومركز كمان. بلاش يا سعاد، بلاش. تبقى عارف انه عمالها وبتتستر عليه. اسرار العيله دي كلها معاك من زمان وانت عامل نفسك ولا هنا. انت مش عارفه ابوك بيشتغل ايه؟ انا محامي ودي طبيعه مهنتي، زي الدكتور الامين اللي اسرار العيان بتاعه لا يمكن يطلعها على اي حد ابدا. عايز اشوفه يا بابا لو سمحت. انا مش فضيلك، عندي سفريه شغل مهمه للفيوم ومش عايز شوشره على دماغي. لو ما قابلتوش هقول لكل اللي في القصر انه ما اتقتلش، وانه سنيور جلدوني اللي هيشتري القصر هو نفسه منصور السيوفي. صغر ابوك يا سعاد. انا اسفه يا بابا، قدامك لحد بكره. في أخبار جديدة؟ يعني حاجة زي كده. مش فاهمة، يعني في ولا مفيش؟ كاميليا تتجوزيني؟